السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير استكمالا للدروس المصورة لمادة إدارة الأعمال الصف الثاني عشر. تعرفنا ضمن الوحدة الرابعة المشاريع الاستثمارية إلى الأشكال القانونية الجزء الأول الشركة الفردية، وتعرفنا إلى شركات التضامن، وسوف نأخذ في هذا الدرس إن شاء الله الأشكال القانونية الجزء الثاني. سوف نتعرف إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات القابضة. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن أولاً يوضح مفهوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وخصائصها، ثانياً يوضح مفهوم الشركات المساهمة العامة، ثالثاً يذكر مزايا وعيوب الشركات المساهمة العامة، رابعاً يوضح مفهوم الشركات المساهمة الخاصة، خامساً يوضح مفهوم الشركات القابضة وأهدافها. هنا أعزائي الطلبة سوف نعرض الأشكال القانونية للمشاريع الاستثمارية كما ذكرنا سابقاً: المشروع الفردي، شركات الأشخاص، وتتكون من شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة. ثالثاً شركات الأموال التي تتفرع إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة والخاصة وشركة التوصية بالأسهم، ورابعاً الشركات القابضة التي سوف نتعرف في هذا الدرس على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات القابضة. بدايةً أعزائي الطلبة سوف نتعرف إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهناك ملحوظة هامة بالنسبة للمعلومات الواردة في الصفحة 173 في الكتاب، تم تعديلها بما سيذكر في هذا الدرس بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة. الهدف الأول: يوضح مفهوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وخصائصها. عرف قانون الشركات القطري الجديد رقم 11 لسنة 2015 في المادة رقم 228 أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر ولا يزيد عدد الشركاء فيها على 50 شخصاً، ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول، وهي تعتبر من الشركات التجارية. يكون الحد الأدنى لعدد الشركاء شخص واحد والحد الأعلى 50 شخصا، ورأس المال فيها مقسم إلى حصص صغيرة متساوية القيمة، وهي غير قابلة للتداول بيعا وشراء أو الطرح للاكتتاب العام في الأسواق المالية البورصة. ويمكن نقل ملكية الأسهم من أي شريك إلى أي شخص آخر، ويقوم بإدارة الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو من غيرهم، ويتم تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد. خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة: أولاً تتألف من عدد من الشركاء من 1 إلى 50 شخصاً، والغاية من تحديد الحد الأقصى من الشركاء كمحاولة من المشرعين لحصر هذا النوع من الشركات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإن تجاوز أكثر من 50 شريكاً سيتم تحويلها إلى شركات مساهمة. ثانياً مسؤولية الشريك محدودة بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة، وهذه الخاصية هي أصل تسمية هذا النوع من الشركات، وبالتالي فإن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محددة وليست مطلقة مثل شركات التضامن، لهذا تعتبر ميزة للأفراد بسبب انعدام خطر خسارته لجميع أمواله في حالة خسارة المنشأ أو الشركة.
لذلك تعتبر هذه الشركات من أهم الشركات لما تقدمه من مزايا. ثالثاً، رأس مال الشركة مقسم إلى حصص متساوية القيمة. رابعاً، لا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول، حيث نص قانون الشركات التجارية القطري في المادة 230 على عدم جواز أن تلجأ مثل هذه الشركات إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول. خامساً، يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، مع إضافة عبارة المساهمة المحدودة على جانب الاسم للدلالة عليها. وكما نص قانون الشركات التجارية القطري في المادة 229، إذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات. الشركات المساهمة العامة المحدودة. الهدف الثاني، يوضح مفهوم الشركة المساهمة العامة. عرف قانون الشركات التجارية القطري الجديد رقم 11 لسنة 2015 في المادة رقم 62 أن الشركة المساهمة العامة هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال، وهي كيان قانوني لها اسم تجاري محدد يشير إلى غاياتها وتخصصها، يمكن أن تقاضي الآخرين أو يتم مقاضاتهم، وتستطيع الدخول في عقود واتفاقات مع الغير. وتتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين أو المساهمين لا يقل عن 5 أشخاص طبيعيين أو معنويين كقاعدة عامة، ولا يقل رأس مال الشركة عن 10 ملايين ريال، ويقوم المؤسسون فيها بتحضير عقد تأسيس ونظام داخلي. وتعد هذه الشركات الأقدر على اجتذاب مدخرات المستثمرين لسهولة الاستثمار فيها وإمكانية بيع الأسهم في أي وقت يشاءون. الآن أعزائي الطلبة، نستنتج خصائص الشركات المساهمة العامة من خلال التعريف السابق. أولاً، ينقسم رأس مال الشركة المساهمة العامة إلى حصص صغيرة متساوية القيمة، كل حصة تسمى سهماً. ثانياً، للمساهم الحق في الاحتفاظ بأسهمه أو بيعها في أي وقت ولأي شخص. ثالثاً، المسؤولية المحدودة للشركاء، فلا يسأل هنا الشريك عن ديون الشركة إلا بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة. رابعاً، عدم اكتساب الشريك صفة التاجر، وبالتالي لا يشترط هنا الأهلية للشريك، فيجوز للقاصر أن يكون مساهماً ولا يلتزم بالتزامات التجار. خامساً، يكون لكل شركة مساهمة عامة اسم يشير إلى غرضها، مع إضافة عبارة شركة مساهمة عامة قطرية. سادساً، الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركات المساهمة العامة لا يقل عن 5 مؤسسين طبيعيين أو معنويين. سادساً، لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن 10 ملايين ريال. وسابعاً، تتخصص في المشاريع الكبرى بسبب ضخامة رأس المال مثل الصناعات الثقيلة والبنوك وغيرها. ومن الأمثلة على الشركات المساهمة العامة في دولة قطر قطاع الاتصالات مثل اتصالات قطر أوريدو وفودافون، قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية مثل شركة وقود والميرة،
قطاع البنوك والخدمات المالية مثل بنك قطر الوطني والبنك الدولي الإسلامي، قطاع التأمين مثل شركة قطر للتأمين والإسلامية للتأمين، قطاع الصناعات مثل شركة صناعات قطر والشركة القطرية للإسمنت، قطاع العقارات مثل إزدان وبروة العقارية، قطاع النقل مثل ناقلات والملاحة، وهناك العديد من الأمثلة في الكتاب صفحة 175، كما يتضمن موقع بورصة قطر جميع الشركات المساهمة العامة في قطر من خلال الموقع الذي يظهر أمامكم. أعزائي الطلبة، بإمكانكم الاطلاع على هذه الشركات. الهدف الثالث: يذكر مزايا وعيوب الشركات المساهمة العامة. أولاً، سوف نتعرف إلى مزايا الشركات المساهمة العامة. إمكانية تحويل ملكية الأسهم من شخص إلى آخر بالبيع أو الشراء، وذلك لأن الشركة قائمة على الاعتبار المالي وليس الشخصي. ثانياً، ليس هناك حد لحياة هذه الشركات، وهذا كما ذكرنا سابقاً لأن الشركة المساهمة العامة هي من الشركات الأموال القائمة على الاعتبار المالي، فإن إفلاس أحد الشركاء أو موته لا ينهي حياة الشركة، بل ينتقل أو تنتقل أسهمه إلى الورثة. ثالثاً، مسؤولية الشركاء تجاه الدائنين محدودة بحصتهم في الشركة، فمسؤولية الشركاء في الشركة المساهمة العامة محدودة بمقدار مساهمتهم في رأس المال، فإذا خسرت الشركة لا يطالب الشريك إلا بقيمة مساهمته في الشركة. رابعاً، إمكانية التوسع المستقبلي، وذلك من خلال طرح أسهم إضافية أو إعادة استثمار الأرباح. الآن أعزائي الطلبة، نتعرف إلى عيوب الشركة المساهمة العامة. أولاً، صعوبة إنشاء هذه الشركات، حيث يتطلب ذلك وجود مجموعة من المؤسسين يجمعهم هدف مشترك. كما ذكرنا سابقاً، على الأقل يجب أن يكونوا 5 مؤسسين. ثانياً، تحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة للحصول على ترخيص. ثالثاً، مشكلة الفصل بين الإدارة والملكية، فعندما تكون الإدارة من خارج أصحاب المشروع فإن توفر الهمة والنشاط والغيرة على العمل تكون أقل، فيما لو كان صاحب المشروع هو من يديرها بنفسه كما في الشركات الأخرى. الشركات المساهمة الخاصة. الهدف الرابع: يوضح مفهوم الشركات المساهمة الخاصة. عرف قانون الشركات التجارية القطري الجديد رقم 11 لسنة 2015 في المادة رقم 205 أن الشركة المساهمة الخاصة يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن 5 أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وأن يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن 2 مليون ريال. تسري على هذه الشركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية القطري بشأن شركات المساهمة العامة فيما عدا أحكام الاكتتاب العام والتداول. ومن هنا نتعرف ونستنتج خصائص الشركات المساهمة الخاصة. من أهمها إنه يجب أن لا يقل عدد الشركاء عن 5 أشخاص، وأن أسهمها لا تطرح للاكتتاب العام، ويكون رأس المال فيها لا يقل عن 2 مليون ريال قطري. الشركات القابضة. الهدف الخامس: يوضح مفهوم الشركات القابضة وأهدافها.
عرف قانون الشركات التجارية القطري الجديد رقم 11 لسنة 2015 في المادة رقم 264 أن الشركات القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها 51% على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من الشركات المساهمة أم من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وغالباً ما يشير مصطلح الشركات القابضة بشكل أساسي إلى الشركات التي لا تنتج السلع والخدمات بنفسها، وإنما تسيطر على شركات أخرى، وهي تبحث عن الشركات الصغيرة أو المتعثرة وتقوم بشراء أسهمها بأسعار زهيدة، ومن ثم ترتب أمورها أو الوضع الإداري لديها وتنهض بها مالياً وإدارياً. من أهداف الشركات القابضة: أولاً، استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية. ثانياً، توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها. ثالثاً، شراء شركات قائمة أو المساهمة فيها. رابعاً، المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها. الآن أعزائي الطلبة، نقوم بإغلاق الدرس. صفحة 178 في الكتاب، اختر الإجابة الصحيحة. أولاً، الاختصار شين ميم عين ميم يدل على أن الشركة هي شركة تضامن، شركة مساهمة خاصة، شركة مساهمة عامة، شركة فردية. الإجابة هي شركة مساهمة عامة محدودة. ثانياً، الاختصار شين ميم خاء ميم يدل على أن الشركة هي شركة تضامن، شركة مساهمة خاصة، شركة مساهمة عامة، أم شركة فردية. الإجابة الصحيحة، أحسنتم، هي شركة مساهمة خاصة محدودة. ثالثاً، الشركة التي يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية البورصة هي شركة تضامن، شركة مساهمة عامة، شركة مساهمة خاصة، أم شركة فردية. الإجابة صحيحة، شركة مساهمة عامة محدودة. أيضاً أعزائي الطلبة، لدينا السؤال التالي في صفحة 178: ما هي الأهداف الرئيسية للشركات القابضة؟ نعم، أولاً، استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية. ثانياً، توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها. ثالثاً، شراء شركات قائمة أو المساهمة فيها. رابعاً، المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها. نكمل أعزائي الطلبة أسئلة الدرس. صفحة 179، سؤال 5: اذكر مزايا وعيوب الشركات المساهمة العامة. أولاً، من مزايا الشركات المساهمة العامة إمكانية تحويل ملكية الأسهم من شخص إلى آخر بالبيع أو الشراء. ثانياً، ليس هناك حد لحياة هذه الشركات، لأن موت أحد الشركاء لا ينهي حياة الشركة. ومن عيوب الشركات المساهمة العامة: أولاً، صعوبة إنشاء هذه الشركات، حيث يتطلب ذلك وجود مجموعة من المؤسسين يجمعهم هدف مشترك. ثانياً، تحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة للحصول على ترخيص. وفي الختام أعزائي الطلبة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.